2022، وذلك بالرغم من أهميتها. 84 مليار درهم، كان عندنا 84 مليار درهم، داك الشيء اللي كان دخلوا كيكفينا باش نخلصوا التقاعد، وكيكفينا باش نخلصوا التقاعد وتتبقى واحد شويه كنزيدوها في الرصيد. دابا هذه القضيه انتهت في 2014، كلينا مليار ديال الدرهم وشي حاجه، في 2015 كلينا 3 مليار ديال الدرهم، هذا الشيء دابا محقق. وفي 2016 غادي نستهلكوا 6 مليار ديال الدرهم من الرصيد. إذا لم يتخذ أي إجراء سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوبة توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين وساعتها، وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون ستصبح الزيادة في نسبة المساهمة سوف ترتفع إلى 20% حاليا إلى 42% لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10% حاليا إلى 21% ابتداء من فاتح يناير 2019، لأنه كتقسم النص كتأديها الدولة والنص كتأديها الموظفين. وإذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022. وقد تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح وإلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسي، وذلك خلال لقاءات متعددة عقدت معهم سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد. وبعد الاستماع إلى مقترحاتهم قدمت لهم الحكومة سيناريو الإصلاح خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 18 يونيو 2014. ما هي السيد رئيس المعالم الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد؟ يتمحور الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على مرحلتين، وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذا الشيء دارت له دراسة وطنية ودولية، وفي الأخر دخل فيه المجلس الأعلى للحسابات وصفتنا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكلهم صافطوا نفس التوجهات، وحنا اخترنا الأكثر يعني سهولة بالنسبة للمواطنين. المرحلة الأولى وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام. وتقترح الحكومة في هذا الصدد ما يلي: رفع سن الإحالة على التقاعد من 61 سنة 2017، إذن 2016 اللي غيخرج في 2016 غير معني بهذا الكلام، اللي غيخرج في 2017 غيزيد سنة، واللي غيخرج 2018 غنوصل 62 عام، وفي 2019 غنوصلوا 63 عام. فإذا حنا تنازلنا على القضية ديال 5 سنين حتى نعملوا واحد الدراسة غتعملها بطبيعة الحال الجهة المعنية، وبعد انقضاء 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية بتقديم التوصيات المناسبة وفق نفس المنطق. سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء، ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. التقاعد النسبي كان 15 عام بالنسبة للنساء غيولي 18، وبالنسبة للرجال كان 21 غيولي 24، كيولي يمكن لهم يطلبوه. وبهذا الخصوص لا بد من الإشارة إلى أن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي، بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة وتأثيره على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثال يبلغ سن التقاعد 67 سنة بألمانيا، و66 سنة بالبرتغال وإيطاليا وإيرلندا، و65 سنة بإسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيرها. رفع مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما ب4 نقاط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، وهذه عملنا العام الأول نقطة، العام الثاني نقطة، العام الثالث نقطة، العام الرابع نقطة. اعتماد الأجر المتوسط لـ8 سنوات الأخيرة، كان الإنسان كيخرج بآخر أجرة، دابا غيبدا يخرج بالمعدل ديال الـ8 سنوات الأخيرة. مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش، كان كيخرج بـ2.5%، مثلا عنده 40 عام ديال الخدمة كياخذ مضروبة بـ2.5% كتجيه 100%. دابا غادي ياخذ 2% غاتجيه 80%. رفع الحد الادنى للمعاشات المدنيه والعسكريه
والنظام الجماعي لمنح الرواتب التقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح. عاوتاني شفنا في الناس اللي لتحت قلنا هذا النظام غادي يشمل الجميع، ولكن الناس اللي لتحت غنرفعوهم شوية. ذاك اللي كانوا كياخذوا الحد الأدنى 1000 درهم بحال اللي اتفقوا الناس 26 أبريل 2011 غادي نرفعوهم ل 1500 درهم. وهنا لا بد أن أوضح أمرا مهما، وهو لماذا يتعين مراجعة جميع هذه المقاييس مرة واحدة، ولماذا لا يمكن الاقتصار على مقياس واحد. إن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20% حاليا إلى 50% ابتداء من سنة 2016. لو بغيتيو نحيدوا الإجراءات الأخرى خصنا نفعوط من 20% اللي كانوا خدوا دابا وغنزيدوا 4 ديال النقاط هنا وربعة النقاط هنا نردوها 50%. تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، الناس اللي كياخذوا لا ريتريت نعطيهم النصف فقط، او الرفع من سن الاحاله على التقاعد الى 77 سنه. الا بغينا نحيدوا الاجراءات الاخرى خصنا نردوها 77 سنه فقط من 60. ايوا اش نقول لك انا؟ شوف انا غير قولوا لي شنو بغيتي. وهي بطبيعه الحال اجراءات صعبه التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقه عادله ومتدرجه لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب. وبالموازاة مع هذا الإصلاح المقياسي ستباشر الحكومة ورشة توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، إذ أعدت الحكومة مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام التقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة كالمحامين والأطباء وإلى آخره، هذا المشكل العويص القديم، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور. فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض لهذه الفئات، وتقدر الفئة المستهدفة بهذين الإجراءين أكثر من 3 ملايين من الساكنة النشيطة. وسنعرض هذين المشروعين في نفس الوقت مع مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية لأنهم جاهزين الآن. وعلى المدى المتوسط نهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، لأن عندنا 3 الأنظمة ديال التقاعد، عندنا 4 ولكن 3 اللي مهمين، السيمار والإر سي آر والسي ان اس اس. هذا الاصلاح اللي كنعملوا هو اصلاح مرحلي، خصنا اصلاح اخر. هذا الشيء الله يقدر يوصلنا ل 29 2029. الحكومه الجايه ان شاء الله خصها غير تصبح تفتح هذا الملف باش دير الاصلاح اللي غادي يشمل لمده طويله. السيد الرئيس، يتميز مشروع الاصلاح المقترح بما يلي: اصلاح شمولي لانظمه التقاعد، حيث ستتبع هذه المرحلة مرحلة الإصلاح الهيكلي بنظام ذي قطبين. إصلاح يمكن من التوسع التدريجي للتغطية الصحية لفائدة غير الأجراء. إصلاح يقوي الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية التدبير صناديق التقاعد، يعني كيف عند من كان وضعوا هذه الفلوس وكيفاش كتستثمر. إصلاح تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها باعتبار أن كلفة إصلاح التقاعد على الميزانية العامة ستبلغ، اسمعوا مزيان، 41 مليار درهم خلال ال5 سنوات الأولى، أي بمعدل 8 مليار ديال الدرهم، لأن الدولة غتساهم مع الناس اللي غادي يساهموا، غادي تحتفظ بالموظفين تبقى تخلصهم إلى آخره إلى آخره. إصلاح عادل يهتم بالفئات الضعيفة، حيث يرفع تدريجيا الأدنى الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى 1500 درهم بكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويا. إصلاح تدريجي سواء تعلق الأمر برفع سن التقاعد أو رفع نسبة المساهمة أو اعتماد الأجر المتوسط ل8 سنوات الأخيرة، حتى هذاك غنديروا عامين بعامين ماشي مرة واحدة. إصلاح يحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، الناس اللي كيشدوا التقاعد ديالهم دابا ما كاينش اللي غيهضر معاهم، الناس اللي خدموا دابا 30 عام ما غيطبقش على ديك 30 عام هذا النظام، غيطبق على ال10 سنوات اللي باقية ولا ال5 سنوات اللي باقية. إصلاح يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، إصلاح يمكن بعد الرفع من سن التقاعد من تحسين أجور الموظفين بحكم الترقي، وهذه ربما من اللي غيتزاد 3 سنوات اللي كان غيخرج ب 9000 درهم غيخرج ب 9700 ولا 9800 درهم، ولكن في التقاعد كان غياخذ مثلا 8900 غياخذ إما 9000 ولا 9100 ولا غادي ياخذ 8600 ولا 8700، بمعنى غيزيد واحد شوية ولا غادي ينقص واحد شوية على حساب العدد ديال المسائل الدوز. وحتى تكون عندكم صورة، واحد الموظف اللي كيقبض دابا 8000 درهم
وغادي و300 درهم وغادي يخرج دابا ب 7900 درهم. من بعد الى عملنا الاصلاح غادي يبدا يقبض 9200 درهم وغادي يخرج ب 8074 درهم. واحد الموظف اللي كيقبض دابا 17000 درهم غادي يخرج من بعد الاصلاح ب 19000 درهم، غادي يبدا يقبض 17000 درهم تقريبا. واحد الموظف اللي كيقبض دابا 11700 درهم غيبدا يقبض 13000 درهم وغادي يخرج ب 9950 درهم فعوض من 10260 درهم. واحد الموظف اللي كيقبض دابا 25000 درهم الا خرج دابا غيخرج ب 21000 درهم. من بعد الا طبقنا الاصلاح غتولي 27000 درهم، غادي يخرج ب 21000 درهم. اذا غادي يكون نقص، ولكن غادي يكون نقص محدود. والله ولي التوفيق والسلام عليكم. شكرا. تم جواب السيد السادة النواب فريق الاستقلال في حدود